الدراسه درناها بين 16، يعني بدينا اول مره كنجمعوا المعطيات بين 16 فبراير وسليناها في 3 مارس، يعني حوالي اسبوعين. فبالفعل هذه الدراسه اللي نجزها المركز المغربي للمواطنه مع العصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان، فكان الهدف ديالها هو انجاز استطلاع الراي لدى المغاربه حول كيفاش كيشوفوا هجره المهاجرين من اصول دول افريقيا جنوب الصحراء. وهذه كان الهدف منها هو نوقفوا على التصورات انطباعات المغاربه واش كاين شي تطور فيها الى اخره. فالنتائج اللي توصلنا لها واللي كانت يجب التنبيه لها واللي تشكل كذلك مفاجاه بالنسبه لنا، وانه لاحظنا تنامي خطابات الكراهيه والعنصريه لدى الفئات الشابه اللي كتقل من 30 سنه. ومقارنه بين هذه الفئه وبالفئات اللي تتجاوز 30 سنه، فكانت بعض المؤشرات فالنسبه كانت كتفوت 20%. يعني كنلقاو خطاب اللي كيحمل رسائل ديال الكراهيه وديال العنصريه لدى الشباب قبل 30 سنه زايد 20% مقارنه مع باقي فئات المجتمع. هذا من خلال التحليل الكيفي زعما علاش هاد الموقف هذا اللي لاحظنا لدى الشباب. فكاين مجموعه من العناصر اللي تقدر تفسر هذا الشيء. اولا ان هاد الشباب ربما كيعتبروا، وهذا جانا في التعليقات ديالهم، كيعتبروا ان هما ديجا كيعانيو من مجموعه من المشاكل الاقتصاديه من ناحيه البطاله، من ناحيه مجموعه من المشاكل كيعانيو بها، وبالتالي كيعتبروا هاد الفئات هادو الا تم ادماجها في المغرب او لا جات المغرب فغتنافسهم على هاد الفرص اللي هي في الاصل قليله. دورنا كيبقى دائما دور تكميلي، الدور الاساسي يجب ان تقوم به مؤسسات الدوله، بحيث ان اليوم مفروض ان تواجه خطاب الكراهيه وان تواجه المد العنصري في بلادنا ببرامج من شأنها ان تمنع هاد الظواهر، خاصه وانها ظواهر غريبه على ثقافتنا وعلى حضارتنا كمغاربه، وظواهر من شأنها ان تخدش الصوره الوجه الحقوقي لبلادنا، وان تجعل من بلادنا يعني او يعني تلصق ببلادنا واسم العنصريه واسم ترويج خطاب الكراهيه، وهذا ما نقبلوه. كذلك الندوه كانت مناسبه من اجل دعوه بلدان الاتحاد الاوروبي، خاصه البلدان التي استعمرت أوطاننا لمدد طويلة، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة فيما يقع من نزوح لعدد كبير من المواطنات ومواطني إفريقيا دول جنوب الصحراء إلى الشمال، واستقرارهم في المغرب أو مغامرتهم بحياتهم من أجل الوصول إلى شمال المتوسط، دائما لأنهم يعتقدون أو يظنون أن دول شمال المتوسط هي دول فيها النعيم وفيها الجنة وفيها، وعلى العموم هي دول يعني العيش فيها فيه على الأقل الحدود الأدنى الكرامة مقارنة مع بلدانهم اللي باقي فيها المجاعة وباقي فيها الحروب وفيها واحد مجموعة من الظواهر اللي كتهدد تواجدهم واستقرارهم وحياتهم.